إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون جاء في حديث صحيح رواه الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه والترمذي في كتاب الزهد أن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكسري علي بعث رسالة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكسري علي فقالت رضي الله عنها في كتابها قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس وفي رواية أخرى لهذا الحديث بلفظ آخر أيضا في صحيح ابن حبان وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس هذا حديث شريف عظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يبين أهمية أن يلتمس المؤمن رضا الله سبحانه وتعالى والتماس رضا الله يعني طلب رضا الله سبحانه وتعالى وأن المؤمن يلتمس رضا الله بفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما أخبرنا الله عز وجل عنه في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مما يبتغى به رضاه ويلتمس به مرضاته فمن التمس رضا الله بفعل ذلك ولو أسخط عليه الناس لم يبالي بسخطهم طالما هو يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يرضى عنه ويرضي عنه الناس أو في الحديث الآخر يكفيه مؤونة الناس يعني يكفيه تعبهم ومشقتهم فيريح باله ويقر نفسه وقلبه برضاه سبحانه وتعالى عن عبده المؤمن وفي المقابل فإن هؤلاء الذين
يلتمسون رضا الناس بفعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يسخط عليهم ويسخط عليهم الناس ويكلهم إلى الناس ومن وكله الله إلى الناس ضاع ولم ينفعه الناس بشيء. فهذا حديث عظيم ينبغي أن يكون وصية ونبراسا للمؤمن كما اختارته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليكون الوصية التي توصي بها أميرا من أمراء المسلمين وخليفة من خلفاء المسلمين. فمن الناس من يرضي بعض الأمراء أو الحكام أو المسؤولين بقول ما يرضيهم ولو كان ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى عليه فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه الناس ويسخط عليه سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى جعل في فطر الناس أنهم يحترمون من يحترم مبادئه ويكون ثابتا على منهجه ومعتقده ويقول ما يرى أنه حق. فإنه حتى لو ناله الأذى من الناس فإنهم في قرارة أنفسهم يحترمونه حتى لو ناله منهم الأذى، بخلاف من يعلم الناس منه أنه ينافقهم ويقول ما يرضيهم وهو ليس مقتنعا بما يقول، فإنه يذهب احترامه بين الناس ولا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. أيها المسلمون، التماس رضا الله سبحانه وتعالى، كيف يلتمس المؤمن رضا الله سبحانه وتعالى؟ من التمس رضا الله، كيف يلتمس المؤمن رضا الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: كل عمل صالح فهو مما يلتمس به مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل أخبر أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم يرضى عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ثم إنه أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن بعض الأعمال الصالحة خصوصا لها مزية على غيرها في التماس مرضاة الله سبحانه وتعالى، حيث اختصها الله سبحانه وتعالى بالذكر بعد أن عمم أن الإيمان والعمل الصالح يلتمس بهم رضا الله سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى خص بعض الأعمال وبين سبحانه أنه يلتمس بها رضاه، فمن ذلك الصدق، فالصدق مما يرضي الله سبحانه وتعالى عن العبد. فقال الله سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فإذا الصدق مما يؤدي بالمؤمن إلى أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويرضى هو عن الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. فكما أنه من أرضى الله رضي الله عنه، فكذلك أيضا من رضي عن الله رضي الله سبحانه وتعالى عنه. فالمؤمن عليه أن يرضي الله سبحانه وتعالى ولو أسخط الناس، وعليه أيضا أن يرضى عن الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقتهم ومنهجهم أنه مما يؤدي بالمؤمن إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم، قد رضي الله عنهم وأخبر عن ذلك في مواضع من كتابه الكريم،
قال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الصحابة أخبر الله سبحانه أنه رضي عنهم وصار شعارا ملازما لذكرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم إذا ذكروا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرنون اسمه بهذا الشعار رضي الله عنه، فهو إخبار ودعاء. أما في حق غير الصحابة لو قيل رضي الله عن فلان وهو غير صحابي فهو دعاء فقط ندعو له أن يرضى الله عنه، لكن الصحابة هو إخبار، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه قد رضي عنه سبحانه وتعالى وتاب عليه. فمن اتبع طريقته ناله كذلك رضا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وكذلك كل من اتبعهم بإحسان فإنه قد رضي الله سبحانه وتعالى عنه، فإنه مما يلتمس به رضا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع هديهم ونسير على نهجهم. كذلك مما يلتمس به رضا الله سبحانه وتعالى التوكل على الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كذلك أيضا فإن الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس فإن ذلك أيضا مما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا هذه الأعمال مما تبتغى بها مرضات الله سبحانه وتعالى ويطلب به رضاه عز وجل. كذلك الحج أخبر الله تعالى عنه أيضا، أخبر سبحانه وتعالى عن الحجاج أنهم يبتغون رضوان الله سبحانه وتعالى، وكذلك المجاهدون في سبيل الله جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. التضحية والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى هو ابتغاء لمرضات الله عز وجل، كما ذكر الله سبحانه في قوله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يعني يبيع نفسه، يشري معناها يبيع عكس يشتري، ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى ويطلب مقابل ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في شأن الصحابي الكريم صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، حيث كانت له تجارة وأموال في مكة، فلما أراد أن يهاجر خرج خلفه المشركون وكان قد خبأ أمواله في موضع، فخرج خلفه المشركون وقالوا جئت إلى مكة فقيرا غريبا فاغتنيت عندنا وكسبت الأموال فلا نتركك تهاجر حتى تدلنا على أموالك وتترك لنا أموالك. فقال لهم لو
أخبرتكم بموضع مالي تتركوني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فدلهم على موضع أمواله حتى يتركوه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في شأنه هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما وصل إلى المدينة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فباع نفسه لله سبحانه وتعالى وقبل الله سبحانه وتعالى بيعه. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، بينا أنه من التمس رضا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه عز وجل. والتماس رضا الله سبحانه وتعالى هو أقصى غاية المؤمن وأقصى أمل المؤمن. لذلك نجد كثيرا في أدعية القرآن والسنة طلب رضا الله سبحانه وتعالى. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام يوم الطائف عندما آذاه المشركون في مكة، فخرج يدعو أهل الطائف راجيا أن يكونوا أحسن حالا من أهل مكة، فإذا بهم أسوأ حالا وسلطوا عليه السفهاء والمجانين، فضربوه بالحجارة حتى أدموا رجليه عليه الصلاة والسلام، وكلموه بكلام آذاه عليه الصلاة والسلام. فلما كان راجعا فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أشكو إليك، أو اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أو أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لك العتبى حتى ترضى، يعني لك الاستغفار والمعذرة. فالعتبى هي الاستغفار وطلب يعني التماس العذر، أن يعذره الله سبحانه وتعالى ويسامحه، فيقول لك العتبى حتى ترضى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى في دعواته عليه الصلاة والسلام. وكذلك مما علمنا الله تعالى من الدعاء في القرآن الكريم: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ومما ورد في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يسألون الله سبحانه وتعالى الرضا، يكون أهم ما يشغل بالهم هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى. فجاء في حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، حديث طويل يقال له حديث يوم المزيد،
يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة في الجنة، وأنه في كل يوم جمعة في مثل الساعة التي كان المسلمون يجتمعون فيها في صلاة الجمعة، فإنه في مثل هذه الساعة يجتمع أهل الجنة في واد أفيح، يعني واسع فسيح، ويكشف رب العالمين سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم، ويكلم عباده سبحانه وتعالى، وذلك كل جمعة. فينزل النبيون والصديقون والشهداء إلى الوادي الأفيح، ينزلون من درجاتهم، ويجلس النبيون على منابر من نور، ويجلس الصديقون والشهداء على كراسي من ذهب، ويحف بهم سائر المؤمنين على كثبان المسك يجلسون عليها، وينتظرون أن يكشف رب العالمين سبحانه وتعالى الحجاب ويكلمهم سبحانه وتعالى. فيكشف رب العالمين سبحانه وتعالى الحجاب ويأذن لهم في رؤيته سبحانه وتعالى، ويقول لهم: عبادي سلوني، فيقولون: يا رب نسألك الرضا، يقولون: يا رب نسألك الرضا، فيقول سبحانه وتعالى: رضائي أنالكم، أحلكم داري وأنالكم كرامتي، ولكن سلوني. كل جمعة يتكرر هذا الموقف العظيم، فيقول سبحانه وتعالى: ولكن سلوني. فيسأل المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم، يعني كل واحد يسأل حتى تنقطع به الأماني وتنقطع به المسائل، لا يكون في باله شيء زيادة يمكن أن يسأله، وهم ليسوا بحاجة إلى شيء قد أغناهم الله سبحانه وتعالى، ولكن امتثالا لأمر الله يقول لهم: سألوني، فيسألونه سبحانه وتعالى، فيعطي الله سبحانه وتعالى كل واحد منهم مسألته، ثم يزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة. فلذلك سمي يوم الجمعة في الجنة يسمى يوم المزيد، لأن الله سبحانه وتعالى في كل جمعة يزيد عباده أصنافا من النعم ما خطرت على قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها. فلذلك التماس رضا الله سبحانه وتعالى هو يعني غاية أمنية المؤمن، وهي هدفه من الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم انصر المجاهدين والمرابطين في سبيلك في مصر والشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.